يا هيقول ايه؟ ايه اللي خلاني اقول اسماعيل ياسين ده؟ وده بس كان جوهر عين الخدمه الكامل. واحنا بنحكي ازاي؟ صحيح برضه الكابتن علي زيور عنده الريحاني، انا بمثله بنجيب الريحاني برضه عنده ديفيرتي. نجيب الريحاني حاجه لو فاكره الكوبليه اللي هو بتاع سليمان نجيب وبيعملوه في الفيلم اللي هو كان يدي درس ليلى مراد. ايوه وبعدين هو راح يدي درس لا واحد بتاع الكلب ده الباشا افتكره الباشا اللي هو سليمان نجيب فقام حياه وبتاع فقال له تحييني ايه ده انا اللي بتاع قال له انت ايه قال له انا بتاع الكلب يعني المسؤول عن الكلب يعني وايه ده الكلب وبعدين جه بقى سليمان نجيب الباشا الحقيقي لابس شورت وبتاع فقال له انت كمان بتشتغل ايه يعني قصدي الحوار ده عارف هو انت نجيب الريحاني هو مكشر وانت بتتحكم من فين؟ فعلي زيور نفس الكلام يا جدع اقعد انت وهو احنا بناخد فلوس عشان نبيع الماتش احنا ليك الروح في كريزما بدون يا ابني مش كلمه تقول بعيد جاي في الماتشات الدوليه لانه بيحدث على راحة الفئه المصري يعني مصر بتلعب يلا يا اولاد انت حلو ولا تحس فعلا في وطنيه كبيره جدا وكلمه تقول كمان بالظبط وكابتن الجويني برضه مدرسه قايمه بذاتها بحيث اللغه العربيه وليه اسلوب معين يعني كل القيم ودخلنا احنا بعدين فالحقيقه يعني كان بقى الصوت محفوظ عدد قليل والصوت ده الناس كلها عارفاه وكان يا فندم كان يا كابتن ميمي كان كل واحد فيهم وبرضه في جيلكو ليه شخصيه مستقله يعني من اول ما بنعرف ما بنسمع الصوت بنبقى عارفين يعني يمكن في الوقت الحالي طبعا مع احترامي للجيل الحالي لكن الاصوات بقت ما ببقاش عارفه مين اللي بيذيع هو في تفرق محامي لما يكون اصلا نجم في الكوره اصلا وبيعلق يعني النهارده بتيجي تقول ابو تريكه هيعلق ليه شعبيه اصلا حد الامام هيعلق ليه خلفيه ارضيه في الملعب جماهيريه كبيره ده مكسب عشان كده حتى في القناه الفضائيه دلوقتي في التحليل وكده بياخدوا النجوم فالتعليق دلوقتي في مجموعه كتير كده لان 80 مليون يقدروا يتكلموا 80 مليون اصل كلام ازاي الاخراج والمحلومه ازاي تتقال ازاي الاكشن ازاي النقطه الحاجات دي لما يكون لعيب نجم ما يخش مجال التعليم بشكل كبير جدا وخصوصا بقى لما يكون عنده الحاجات اللي انا قلتها لحضرتك صحيح كابتن ميمي احنا معانا كمان على التليفون الثاني كابتن علي محمد علي كابتن علي معانا كابتن ميمي زي ما حضرتك كنت سامع استمتعنا جدا حابب حديث كابتن ميمي هو استاذنا كابتن ميمي على فكره يعني انا واحد من الجيل اللي نقدر نقول اغلبه تلامذه كابتن ميمي يعني بنتشرف بيه دايما وبنسعد بيه وربنا يديله الصحه ودايما كابتن ميمي متجدد يعني ده سر من اسرار تميزه يعني ما شاء الله وربنا يديله الصحه كاستاذنا وكاستاذ لجيل كامل يعني مش انا مش واحد بس انا يمكن قبليه كمان كابتن ميمي استاذ اجيال سابقه يعني طيب كابتن ميمي وكابتن علي وبرده كابتن خالد يحضرنا في الاستوديو يعني فكره ان احنا دلوقتي بنتكلم في معلقين جدد موجودين دلوقتي في الوقت الحالي ابتدت العمليه التحليليه تبقى زياده قوي يعني المعلق بقى دوره يمكن الى حد ما تحليلي وابتدى بعد المباراه في بتبقى برامج تحليليه كابتن ميمي حضرتك رايك ايه في اللي بيحصل دلوقتي عشان شوف انا هقول لك حاجه هو كل واحد فينا ليه بصمه يعني وليه اسلوب معين في المجال يعني انا لما دخلت في مجال التعليق بعد الرواد دول كلهم دخلت في فتره ما كانش فيه المعلومه فانا دخلت بحاجه جديده اللي هي المعلومه بس الفكره مش حكايه معلومه يعني مش حكايه اقراها حكايه الاخراج المعلومه يعني ادي لحضرتك مثل بسيط جدا اتفضل لما انا بقول بمناسبه ان المونديال كان موجود في الفتره دي أي. فلما باجي بقول ان مثلا ان سنه 50 ان البرازيل خدت وانا بصرف يعني خدت حصل اكبر من اكبر مفاجات المونديال ان البرازيل كانت منظماها وخسرت من الاورجواي عندها بلي كان عنده 10 سنين شوف بقى الحقيقه القصه اما تحكي كان عنده 10 سنين ان هو مواليد اكتوبر 40 وانا اكتوبر دي دايما بقول شهر العظماء لان مارادونا وبيلي والناس برضه مولودين في اكتوبر فهو راجع كان عنده 10 سنين البيت فلا ابوه وامه بيعيطوا فقال لهم الله هو في حد مات لنا قالوا لا ده البرازيل خسرت يعني شوفي لما تحطي حدوته ظريفه
في وسط المعلومه بيبقى ليها لون مش فكي كده فوق البتاع ده سنه 50 خدتها فلان سنه 40 خدتها لا. حضرتك هنا التطوير والابداع في انك تخلي المعلق يحفظها ويضحك وتخلي الودن من العين. يعني بالنسبه للتلفزيون العين الاساس. انا لما تاخد الودن من العين يعني قصدي الودن بتاخد بتبقى الناس باصه للصوره وانا واخد العين من واخدها انا بصوتي بتعليقي يعني الناس مش شايفه الصوره بتسمع وهي باصه للتلفزيون يبقى انا هنا جبار. الحاجه الحلوه لما بتتقال واحنا برضه كمعلقين في ساعات مباريات انا ببقى موفق فيها زي اللعيب وفي مباريات انا مش موفق لكن اجمالا الاخراج المعلومه اللي انا دخلت بيها والاسلوب الشيق في الابداع والجمل الاطراء والكلام ده كله لما بتتقال بطريقه ظريفه وباخراج حلو بحيث ان الناس تحفظها وتطلع تحكيها وتقول ده فلان حتى الجمله حتى الافيه اللي بيتقال الظريف اللي بيجي واخد بال حضرتك ان انا ساعات بقول انا مات عند رجل شمال بتتكلم وانا الاقصد فيها ايه؟ ان رجل الشمال دي يعني كانت عربيات رقيقه بقولها شايف الكاس لعيب حريف قوي في النادي الاهلي ورجله شمال ما هي كابتن لو على حاجه لو على تعليق بسيط او معلومه بسيطه لكن احنا بنلاحظ انه بيبقى تحليل يعني المعلق دلوقتي بقى بيقعد يحلل المباراه قبل ما تنتهي على الناحيه الفنيه هو في بقى اسلوب زي الكابتن محمود بكر برضه من الجيل بتاعنا الجيل الجميل هو ده اسلوبه من زمان يعني من الاول بيقرا الجيم وما عندوش المعلومه ما عندوش يعني قصدي مش البرانش بتاعه ده هو البرانش بتاعه تحليل المباراه نفسها تحليل وهو ما يقدرش يغيرها وبرده بيقولها باسلوب سهل يعني تحس ان بتاعت جماهير الكوره اللي هو وزير ومثقف وعامل فكل الناس بتفهمها وبيديها بشكل حلو مالك بطبع حلو الى حد ما من التحليل العميق اللي حضرتك بتقول عليه لكن في ناس ما بتلاقيش ماده زي ما حضرتك بتقولي فبيضطر يخش في الفنيات قوي ويحلل المباراه قوي والناس بتزهق قوي صحيح. كابتن نيم شربيني حضرتك منتظر معانا اسمح لي بنشكر كابتن علي محمد علي بشكرك يا كابتن وكل سنه وحضرتك طيب شكرا ليكي وشكرا لكابتن ميمي على يعني اثراء الحلقه بالحديث الممتع لان فعلا احنا بنفتقد في مجال التعليق ان يكون في كتاب او يكون في محاضرات او لان الحقيقه برضو المعلقين يعني في مجالهم دايما بيبقوا بوخل شويه على بعض فالكابتن النهارده اثرنا الحلقه دي واشكر كمان زميلي العزيز واخويا خالد لطيف انا بشكرك جدا كابتن ميمي حضرتك معانا وبرضه ناخد راي كابتن خالد في فكره ان احنا نقعد نحلل ان المعلق يحلل المباراه بطريقه الناس بصراحه بتبتدي تمل يعني. كابتن ميمي علمنا على فكره كلنا يعني كابتن علي محمد علي كان معانا وكابتن حاتم بطيشه وكابتن اشرف محمود الدكتور طارق العدور انا فاكر الكابتن ميمي اول مباراه طلعت فيها معاه كنا بنعلق حد من الجيل الصاعد مع حد من اصحاب الخبرات زي كابتن ميمي بمناسبة المعلومة فقال لي لا يعني بعد الماتش قال لي لا ما تقولش المعلومة كده قال لي غلفها في حاجة يعني انا فاكر كنت بتكلم على هداف قال لي لا ما تقولش ان هو جاب 7 اجوال كده لا قول لي يا راجل كنت ده انت ازاي ده انت جايب 7 اجوال قبل كده ده انت جايب يعني يديك التكنيك بتاع الكلام نفسه يعني زي تقول باللغة يعني. العامية التحبيشة دي الخبرة انا لسه فاكر الجمله اللي قالها الكابتن ميمي لغايه النهارده ويمكن استحضرتني لما هو قال لك التغليف بتاع المعلومه ده مهم جدا أيوة. كابتن ميمي بصراحه يعني علمني دي والكابتن محمود بكر يعني كلهم بصراحه يعني احنا كنا محظوظين الجيل بتاعنا وجيل علي وحاتم وطارق الادوار واشرف محمود ان احنا كنا بنعلق مع الاكبر مننا والاكثر خبره مننا أيوة. تعلمنا من كل الجيل القديم جميل احنا معانا كابتن مصطفى الكيلاني اهلا بيك يا كابتن معانا كل سنه وحضرتك طيب اهلا بيك يا استاذه منى واهلا بالاستاذ خالد لطيف ومعانا كابتن ميمي الشربيني كمان على التليفون طبعا الكابتن ميمي كابتني واستاذي ويعني دره يعني المعلقين والتعليق المصري والعربي الحقيقه يعني. كابتن مصطفى اتعلمت ايه من جيل الرواد في المعلقين الرياضيين لا اتعلمنا حاجات كتير قوي الحقيقه يعني اهم شيء اتعلمنا ان الاعلام رساله مش قضيه ان انا باجي عشان يعني اخد نجوميه وشهره ابقى ساعه ونص ولا ساعتين على الهواء مع الناس اقول اي حاجه لا لازم يبقى فيه قيمه بقدمها حاجه بتوصل للناس حاجه محترمه
ان التعليق ده لون من الوان الفن الاعلامي اللي من خلاله ببعت شوية قيم فيها محبة، فيها تسامح، فيها اختيار الفاظ مهذبة، فيها يعني مسألة تقبل للنصر وتقبل للهزيمة او للخسارة، يعني فيها تعاون، فيها محبة، في حاجات كتير قوي تعلمناها. طبعا اتعلمنا برضو من جيل الرواد ان العلاقات